صراحة في الملتقى نحن يعني قدرنا ناقشنا فوق مواضيع حساسة جدا ومواضيع بتخص الشباب، وهذه المواضيع يعني قررناها وقدمنا فيها متطلبات وقدمنا أيضا يعني اقتراحات. حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها رئيس الجمهورية صاحب الفخامة إدريس ديبي تنو على هذه المبادرة الجيدة، فأشكره جزيل الشكر والتقدير. ونحن الشعب التشادي أو الشباب التشادي لنا الفرح الكبير اليوم في صالة الملتقى الوطني للشباب، فإن شاء الله الأعمال تتحقق، ستضحى تشاد، ستعيش تشاد جاد الجمهورية الرابعة إن شاء الله. يعني مسرور جدا جدا من رئيس الجمهورية لأن سمح لنا الفرصة، جينا يعني ناقشنا في مواضيع الشباب ويعني عملنا طلب من الرئيس ومن الحكومة، نتمنى يعني الطلب علينا السوية ده يكون يعني يطبق، والشباب يكون يعني فخور بطلب هذا السوية ده. مهين نحن صراحة يعني سعداء جدا أن نكون يعني من بين الشباب الذين يشاركون في هذا الملتقى الشبابي، ونحن نمثل شباب من السودان. فحقيقة يعني هذا الملتقى كان ملتقى جيدا، ومخرجات الملتقى أيضا كان مخرجات جيدة، ونتمنى من الحكومة على حسب وعودات رئيس الجمهورية أن تطبق هذه المخرجات في مستقبل القريب إن شاء الله، لكي يزدهر هذا الوطن وتتطور هذه الدولة إن شاء الله بشبابها بأفكارهم.